السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام اللي يرون أن تشجير الشوارع يؤدي إلى مشاكل في حجب الرؤية سواء كانت للسائقين أو للمشاة، شاهدوا الشارع هذا سبحان الله كيف طريقة تقليم الأشجار جعلت الأشجار تنمو بشكل رائع جدا، وجعلت الجذوع متباعدة ما حولها أغصان ولا حولها أوراق ولا تسبب أي إشكالات سواء للمشاة اللي يعبرون الشارع أو للسائقين، بل أضفت جمال كبير جدا على هذا الشارع بكثافة هذه الأشجار أيا كانت محلية أو خارجية. لاحظوا المسافات بين الجذوع، مسافات متباعدة ما تحجب الرؤية أبدا. فليست المشكلة في التشجير، المشكلة في طريقة تقليم الأشجار. لما تقلم الأشجار من الأسفل ويبقى الجذع بدون أغصان ويصبح نمو الشجرة عمودي بشكل عمودي كما هو مشاهد، يضفي للشارع جمال كبير غير الفوائد اللي نحصلها من الأشجار، وهي فوائد كثيرة. ولم تسبب هذه الأشجار أي مشاكل أبدا، ولاحظوا كيف استفادوا الناس هنا في الجهة هذه من ظل هذه الأشجار، وأوقفوا سياراتهم في هذا المكان واستفادوا من الظل. فقط حبيت أني أوثق هذا المشهد الجميل وأرد على الفكرة التي ترى أن التشجير يسبب إشكالات للمشاة أو للسائقين.